So welcome back. The morning panel was very rich, and I think we all learned a great deal about a region of the Arab world that, even though we live in it here in Egypt, we're not always completely well informed. Now we're going to move to the Khalij, to a region that has perhaps suffered the most, although we don't count up suffering, from the costs of not managing diversity well over the last 20 years. And we're going to be looking in each presentation, not just for grievances, not just for injustices suffered, but for a way forward. What are the modalities we might borrow from elsewhere, we might find within our societies in one or two instances that we can build on? So I'm going to ask all of the panelists to keep the history and the suffering part of their presentations and to save enough time to reflect on how they envision the way forward in the society that they're covering. I think we're going to begin with Iraq and one of my dear friends, Professor Bakhtiar El-Amin, has been a great fighter for inclusion of the Kurds, for solving Iraq's problems peacefully. My husband Saad and I first met him in a number of different international fora where he was always a strong voice for inclusion. And it has infused his personal life. He is a Kurd married to a non-Kurd Iraqi, and he may or may not want to speak about that. And his lovely wife has also agreed that she will make comments from the floor as our panel goes on. So Bakhtiar, former Minister of Human Rights in Iraq, at a brief moment in which that was possible, will now begin with his overview of the situation, models for managing smoother diversity across the Middle East with an emphasis on Iraq. شكرا جزيلا دكتورة باربرا شكرا جزيلا دكتور سعد الدين إبراهيم ابن خلدون الجامعة الأمريكية بروفيسور قران لإتاحة الفرصة ولتنظيم هذا المؤتمر ذو أهمية بالغة لمنطقتنا. كنت أتمنى بأن منطقة الشرق الأوسط تكون عندها منتدى سنوي لأمور تخص احتضان التنوع والتعددية اللي أشوفها كأم المشاكل في منطقتنا. كان ممكن بأن تكون مصدر للقوة والوحدة والتناغم والتعايش. مع الأسف في كثير من الأحوال حولناها إلى مصدر للتباغض والحقد والكراهية والاحتراب والصراعات وإلغاء الآخر والغبن واللا عدالة اللي مورست بحق كثير من مكونات هذه المنطقة الرائعة بحضاراتها من بلاد الرافدين إلى وادي النيل إلى الخصيب شمال أفريقيا مهد الحضارات مهد الأديان مذاهب ثقافات كتابة كثير من الأشياء الجميلة اللي حقيقة ساهمنا فيها للحضارة الإنسانية والهوية الإنسانية لكن مع الأسف بسبب عفوا غياب إدارة سليمة للتنوع والتعددية الدينية العرقية الطائفية الثقافية اللغوية السياسية الفكرية عندنا تاريخ موازي
للأشياء الجميلة، تاريخ موازي للأشياء القبيحة اللي هي 5000 سنة من سفك الدماء، ترجع إلى حضارات رائعة مثل الحضارة السومرية، الأكادية، البابلية، الآشورية، الميدية، حقب الإسلامية وغيرها، كلها مليئة بالحروب والاحتراب والصراعات وسفك الدماء. كثير من أنبياءنا أصبحوا لاجئين ونازحين في تاريخ المنطقة، من سيدنا داود إلى سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا عيسى، موسى، سيدنا محمد وغيرهم من الإخوان اللي موجودين من الجانب الإيراني، من زرادشت وماني وغيرهم، كانوا كلهم لاجئين ونازحين بسبب الحروب والصراعات. أنا اليوم أتكلم باللغة العربية معكم، مع أنه أنا في جامعة أمريكية. عادة متوقع بأن الجامعة الأمريكية أتحدث فيها باللغة العربية، بس لحيت بأن أحكي باللغة العربية، لأن كثير من الأوقات أسمع انتقادات ليش مش تحكون باللغة العربية. إحنا بندافع عن الحرية في اللغة. شكراً. مع أنه زور سباس بلغتي، شكراً جزيلاً. مورست التعريب علينا، مورست التتريك علينا، مورست التفريس علينا ككرد. كانوا بياخدون ما بيسمى بالجيبية منا، اللي بيعطينا أهالينا لما نروح للمدرسة، المصروفاتنا. إذا حكينا كلمة باللغة الكردية في باحات المدرسة أثناء الاستراحة. في تركيا مورست هاي لعقود طويلة، في بقية البلدان حرمونا حتى من أن نلبس ملابسنا أو نظهر بمظاهرنا الثقافية ونحتفل بأعيادنا. لما أزور الغرب، أوروبا، أمريكا، أحس بأن يعرفون عن وضعي، عن تاريخي، عن هويتي، عن ثقافتي، عن همومي، عن تطلعاتي أكثر بكثير من لما أزور البلدان العربية. وأنا منذ سنين طويلة أزور البلدان العربية، ولهذا البلد العزيز جئت سابقاً بدعوات من مركز ابن خلدون الدكتور سعد الدين بداية التسعينات، أيام مظلمة، العالم كانوا كله ساكتة من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، لكل الجرائم اللي كانت تقترف ضدنا، من الأسلحة الكيميائية إلى الأنفال. أنفال اللي هي السورة الثامنة من القرآن، سبي النساء الكرد وقتلهم وسلب ممتلكاتهم، كانت تنظر إليها كغنائم الحرب، مثل ما يقومون به اليوم الدواعش في المنطقة. قاموا ما قاموا بالأكراد الإيزيدية بأن أخذوا 5000 امرأة وفتاة واغتصبوهم جماعيا وباعوهم بسوق النخاسة، وكانوا يحولوهم من تشيك بوينت إلى تشيك بوينت في سوريا وفي العراق، وحولوهم إلى سبايا. لما انضربنا في حلبشة بالأسلحة الكيميائية وقاموا بعمليات الأنفال اللي 182 ألف شخص بالمقابر الجماعية، وما صارت بالأكراد الفيلية 12 ألف من شبابهم غيبوا في المقابر، 8000 برزاني وآخرين من الشيعة أيام الانتفاضة في سنة 1991، وممن عانوا من السنة إلى وصول الإعدامات لعائلة الدكتاتور. ما كنا نسمع أصوات كثيرة من متضامنين
من خصوصا عالمنا العربي والإسلامي، كما ما شفنا الناس بأن يطلعوا بمظاهرات يدينوا يقولوا لا باسم ديننا، أنتم ما تمثلون ديننا، بأن تقوموا بهالأعمال البربرية الهمجية اللي قمتوا بها. اقلبوا المعادلة، لو كان 5 أكراد أو الكرد أصح، لو الكرد كانوا مختطفين 5000 امرأة عربية أو تركية وعملوا ما عملوا فيها، شو كانت تكون ردود الأفعال؟ أنا سعيد جدا حقيقة الجامعة الأمريكية بأن قائم بتنظيم هذه الندوة، وأتمنى بأن الجامعات المصرية الأخرى اللي موجودة في مصر بأن تقوم بهيك أشياء، وأتمنى بأن الجامعات بمنطقة الشرق الأوسط ومدارس في الشرق الأوسط ومنابر المساجد وكليات العلوم الإسلامية والحوزوية بأن ينشروا ثقافة الحب والتعرف على الآخر المختلف دينياً ومذهبياً وعرقياً وثقافياً وبأن يغيروا مناهج الدراسية حتى نعرف البعض بشكل أحسن. الجهل اللي بيخوف، الجهل اللي محولني إلى بعبع يأذيني كثير، وأنا المضطهد تاريخياً بأن الناس بيجي بأن يحط ملح على جرحي بدل ما أن يقول لي كلمتين جميلتين من التضامن، من المحبة، من الإحساس فيه. تشوفون كلكم لما تصير شارلي إبدو أو حدا مقتول في باريس، في بروسلز، في برلين، في لندن، في تشوفون مئات الألوف من الناس بيطلعون بزهور بشموع، والناس يطامنون مع البعض، وقسم من قيادات المنطقة تبعنا يروحون لهناك ويطامنون معاهم، ولكن مدى نشوف نفس القيادات أو نفس الشعوب بأن يتضامنوا مع البعض. التعاون والتضامن قليلة جدا. أنا أشكر اللي وقف معي مع شعبي مع نضالي ضد ديكتاتورية نظام صدام حسين في أيام اللي كنت في المنفى، وأقدر وأثمن وأشكر كل من وقف معي كأفراد كشخصيات كدول، وأنتم كنتم سباقين دكتور سعد وباربرا في المنطقة لما كانت الدكتاتور الدارلينج تبع الانترناشنال كوميونيتي وقام بكل هالمجازر. كنت أروح للجنة حقوق الإنسان، وسنة 88 طرحت مسألة محكمة جنائية دولية قبل محكمة جنائية الدولية ليوغوسلافيا ولرواندا، بأن يحاكموا هاي هالمجموعة اللي انتهكوا الاتفاقيات الدولية، اتفاقية جينوسايد، اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلى آخره من الاتفاقيات الجميلة اللي دا نوقع عليها نصادق عليهم، وبعدين في أرض الواقع لا المؤسسات الإقليمية ولا المؤسسات الدولية مهتمين فيها. حكينا عن التنوع والتعددية، كم من declarations واتفاقيات طلع عن التنوع والتعددية الفترة الماضية ولم تترجم حقيقة ما تخرجت من هاي المنابر والمؤسسات اللي طلعت من الجمعية العمومية للأمم المتحدة نوفمبر 2001، واللي طلع
من اتفاقية يونسكو لحماية وتعزيز تنوع التعابير الثقافية لعام 2005 والإعلان الإسلامي المعني بالتنوع الثقافي الذي تبناها اليونسكو عام 2004 وإعلان وخطط عمل للقمة الثالثة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في مجلس أوروبا والتقرير ما يسمى بوايت بيبر ورقة البيضاء لمقررات حوار الثقافات لمجلس أوروبا آيار 2008 وأضيف إلى ذلك إعلان باكو لتعزيز حوار الثقافات من نيسان 2011 السنة راح تكون الفورث أنوال فورم يعني المنتدى الرابعة تطلع أشياء جميلة في إطار مؤسسات دولية ولكن على أرض الواقع غير مترجمة. إحنا كشعب ككرد اليوم وضعنا في العراق أحسن من أي منطقة أخرى. عندنا رئيس جمهورية كردي، عندنا تمثيل في البرلمان العراقي، عندنا حكومة إقليم فيدراليتا معترف بها وتتمنى بأن تكون إلها الحق بالاستفتاء بالتعبير عن حقه في تقرير مصيري إلا هذا حق يعني موجودة في الشرائع السماوية وموجودة بنفس الوقت في الميثاق أمم المتحدة لكافة شعوب والدستور العراقي ليس ضد هذا الأمر ولكن مسألة توقيتها وكيف تصير نشوف. نتمنى بأن نعيش مع البعض في إطار موحد إذا أمكن. عندنا إخفاقاتنا وعندنا نجاحاتنا. دستورنا كما أسمع بمسائل التنوع والتعددية من دساتير الأخرى ولائحة الحقوق أحسن بكثير من أي دساتير أخرى في منطقة الشرق الأوسط حقيقة. على في التطبيقات عندنا إشكاليات ولكن إحنا كمان معرضين إلى إرهاب دموي وإلى صراعات المحاور في المنطقة اللي حول المنطقة إلى منطقة فيها حروب بالوكالات حروب الاستنزاف تشكلت مئات من التنظيمات المسلحة من الطرفين المذهبيين واللي داخلين في صراعات مختلفة في العراق في سوريا في اليمن في ليبيا في كثير من بلدان المنطقة المنطقة كلها ملتهبة بالنتيجة ونصرف طاقاتنا على الأسلحة على الأمن والدفاع وما بنقدر نحل أي مشكلة من مشاكلنا بالسلاح لو صرفناها إلى قائمة طويلة من العجز اللي موجودة في شرق الأوسط لأوضاعنا كانت أحسن بكثير 100 مليون عاطل عن العمل 90 مليون أمي اللي ما بيعرف يكتب ويقرأ في كثير منهم حتى شهادات دكتوراه وما بيعرفون يقرؤون ويكتبون في منطقتنا و 16 مليون طفل مشرد عندك بحدود أكثر من 20 مليون لاجئ ونازح 30% عايش تحت خط الفقر ومئات المليارات تنصرف على السلاح والسلاح تجرب على ناس بسطاء فقراء وتشوفون الكوارث الإنسانية وتفتحون تلفزيون من قناة لقناة يومية تشوفون الكوارث والمآسي وفي نوع من البناليزيشن للموت يعني تبسيط للموت أنه إنسان لا عنده قيمة وإحنا لا حول ولا قوة كشعوب مستسلمين لواقعنا المرير المزري مجتمع الدولي عنده خلافاته أمريكا روسيا الصين غيره أوروبا مشاكله براسنا واليوم صارت مشاكلنا كمان براسهم بسبب الإرهاب التطرف اللي عندنا يغذي ويتغذى التطرف اللي موجود في الغرب والبوبوليزم اللي موجودة في الغرب ونهوض اليمين المتطرف كمان يأثر علينا
الطرفين أثر على البعض. وصلنا إلى حالة اليوم إذا حكيت باللغة العربية وأنت بمصعد بباريس أو بمطعم أو بسينما بكثير من البلدان الأوروبية أو بملعب أو بكونسرت أو بديسكو أو وين ما يكون حتى بالطائرة، فمرعوب منك، خايف، قلق، إلى أن الله يعطيه الفرصة بأن يبتعد منك، ها يتنفس، عاش، ما انفجر فيه. فمع الأسف أثرنا على سمعتنا، المناهج الدراسية يجب أن تتغير، المؤسسات الدينية اللي في المنطقة يجب أن يعملوا الهومورك تبعهم بشكل أحسن. أنا ما سمعت لا مكة ولا مدينة ولا أزهر ولا غيرها قبل لما صارت ما صارت بالكرد وبالعراقيين من مجازر الإرهاب والديكتاتورية والعنف الطائفي وغيرها من الدواعش والقاعدة والبعث اللي هم من نفس السلالة ونفس الطينة، ما سمعنا أي كلام منهم. أنا أشكر الأزهر قبل يومين عبر عن شكره للشعب الكردي وثمن وقدر ما يقوم به بيشمرقة في محاربته للتطرف، وآسف جدا بأن بالأمس حدا من الإخوان حط الملح على جرحنا. إحنا بألف وخمسين كيلومتر عندنا جبهات حرب مع داعش في كردستان العراق، عندنا فوق 500 كيلومتر من جبهات الحرب مع داعش في سوريا، مئات الألوف تضرروا من البيشمركة، عندنا 1700 شهيد، 10,000 جريح، من أكراد سوريا عندنا آلاف، وعندنا مليونين نازح من العرب ومن المسيحيين ومن غيرهم موجودين في كردستان العراق. بالرغم من صعوبتنا نحاول بأن نساعد، ولم يسجل أي شكوى بالكراهية ضد النازحين لدينا. وأكراد سوريا محتوين ومحتضنين عشرات الألوف رغم صعوباتهم في ظل معارك المحاور ومعركة مع داعش، بأن يحاولون بأن يساعدوا بقدر ما أن يقدرون، شكلوا كانتوناتهم يطالبون بنوع من لا مركزية وفيدرالية كحل مشكلتهم. أكراد تركيا نفس الشيء، هاي طلباتهم، وأكراد العراق حاولون بنوع من الفيدرالية كونفيدرالية، وإذا ما مشت فبالتفاوض وبسلام وبحوار يحاولوا يوصلوا إلى نتيجة مع بغداد ويحلوا مشاكل اللي موجودة بين بغداد وبين أربيل. وفي كردستان الإيران كمان أكراد مظلومين، مورست عليهم يعني سياسات التمييز الطائفي القومي، وقتلوا في ما وراء الثورة في إيران 50,000 كردي، ويومية في أخبار عن الإعدامات اللي دا تسمعون عنها، وبنود الدستور من مادة 15 ومادة 19 لتمتع بحقوق الثقافية واللغوية للمكونات اللي موجودة في إيران لم تطبق لا كرديا ولا غيرهم من القوميات اللي موجودة في هذا البلد. ونتمنى بأن ما بنخطأ نفس أخطاء ما مر فيها العراق، هذا لجيراننا من الترك ومن الإيرانيين. الأتراك مروا بسبعين سنة بأن أنكروا وجود الكرد، قالوا بأن أنتم أتراك الجبال، 8 إلى 15 سنة حكم سجن إذا قلت أنا كردي، 4.5 سنين حكم سجن. أوكي. تعطيني بس دقيقة وأختم. أوكي. أوكي. أربع سنين ونص حكم سجن إذا مسكوا فيه أشعار لشاعر مصري باللغة الكردية أو كاسيت موسيقي 6 أشهر، أحكام عرفية،
اليوم 10,000 كردي موجود في سجون تركيا، برلمانيين، المنتخبين من مدراء البلديات، قائم مقامين، غيرهم من المثقفين والناشطين والأكاديميين والإعلام، وما في حرية التعبير. وعندنا سوبر سلطان وصل إلى الحكم اللي متراكم كل السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية بيدو. نشوف بلكي يفرج الله يعني وضعنا في تركيا، وبأن هذا السلطان يحل مشاكلنا. نتمنى، لحد الآن ما حلوا حدا من الحكام اللي إجوا في الحكم في تركيا مشكلة الكرد، مشكلة 40 إلى 50 مليون بشر ومظلوم. سايكس بيكو وغيرها من الاتفاقيات، لوزان وخط براسلز وإلى آخره، قسموا بلدهم، حطوهم بأقفاص، واستعملوا أنواع السياسات التعسفية واللا عدالة ضدهم، وشعب يتطلع إلى أن يعيش أبسط حقوقها في كيانها ويعيش بكرامة وبحرية وبأن يكون عنده مكان تحت الشمس. وورقتي موجودة باللغة العربية، مطولة ومطولة على حلول لكيفية علاج التعصب والتطرف والأفكار الداعشية والظلامية، وفي مجموعة من الاقتراحات مستقبلية لكل الجهات. وتمنياتي بأن يكون في منتدى شرق أوسطي لمسائل تخص التنوع والتعددية، بأن يشارك فيها صناع القرار، سياسيين، برلمانات، أكاديميين، مختصين، و في مفصل بورقتي هالأشياء وفيها غير من الاقتراحات. وأشكركم جزيل الشكر. Bhagat, you gave me a very hard job to cut off this particular panel and keep it within the time, but I'm going to do my best. Thank you so much. Thank you for giving me more time. We're going to move now to a country that is suffering what some people are calling the forgotten tragedy or the silent tragedy, because the situation in Yemen receives so little international attention. It's so difficult even for us sitting in this region to get the information we need to understand what's happening. So we're really pleased to have with us to present on the situation today in Yemen a representative of a youth organization called Yemen Youth for Peace. He's actually the founder and CEO. He was previously involved in the Yemeni government as a deputy at the Ministry of Foreign Affairs. Expatriates. And, sorry? Expatriates. Expatriates, yeah. Affairs, I'm sorry. It was a promotion. Expatriates Affairs, also important. And a person who is incredibly active right now in trying to seek channels for a peace process that could ultimately succeed. That's why we let him off the hook for not presenting a written paper, but he's going to share with us what he knows and what he sees and envisions for the future of Yemen. Faddal Khaldun. Thank you, Bahi. Professor. شكرا بروفيسور باربرا، وشكرا للجامعة الأمريكية ومنتدى الجامعة ومركز ابن خلدون. أولا أود أن أبوح بسر بأنني مصاب بقليل من التوتر أن أتحدث، لن أقول أحاضر، أمام هذه النخبة وأمام بروفيسور سعد الدين. أشعر بالرعب، يعني كل التايتلز دكتور 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 دكتور، فيبدو أنني سأكون العيان الوحيد يعني اليوم. كنت أتمنى، لدي ملاحظة سريعة، كنت أتمنى أن يكون طرفين حاضرين فاعلين في هذا الموضوع في هذا المؤتمر، وهم أصدقائنا وأشقائنا السعوديين والإيرانيين الطرف الآخر، لأني أعتقد أنهم اللاعبين الأساسيين في ترشيد أو في تغذية صراع التنوع في بلادي، سأقول لن أتحدث عن المناطق الأخرى. فكنت سيكون أكثر تشويقا أن نسمع من يدير هذا الصراع.
في بلادي اليمن سأحاول أن أكون مختصراً رغم أني أطالب البروفيسورة باربرا أن تمنحني استثناء بحكم أنني آتي من بلد ومن أزمة شبه منسية أيضاً. في بلادي اليمن كثير من القضايا والأحداث منسية أو مغلوط فهمها. لا يوجد في اليمن ذلك التنوع أو التعدد الإثني والعرقي والثقافي الذي يمكن أن نشاهده في مناطق في منطقة الشرق الأوسط كالعراق وسوريا مصر ربما ومناطق أخرى، ولكن هناك تعدد من زاوية أخرى، تعدد في الثقافات المجتمعية والعادات والتقاليد في إطار الرقعة الجغرافية التي في الجمهورية اليمنية. لا يعني هذا بأي حال من الأحوال أننا لا نعايش في هذه اللحظة من التاريخ أزمة وصراع، ربما البعض يسميه صراع هوية، صراع ديني غلف وصراع سياسي غلف بمسميات دينية. تأثرت اليمن بما جرى في المنطقة منذ العام 2003، منذ أن بدأنا أو بالأصح منذ انتهاء الحرب الباردة، منذ أن بدأنا نسمع عن الحروب الصليبية. شخصيا أنا لم أكن أعرف من أي مذهب أأتي وما هي خلفيتي المذهبية أو الجغرافية بذلك الشكل. أعرف أنني أأتي من منطقة هي في جنوب شرق اليمن وهي حضرموت التي يمتد أصول عبد الرحمن بن خلدون منها أيضا. والدتي هي من صنعاء، والدي هو سني المذهب، اكتشفت هذا مؤخرا. والدتي زيدية المذهب أيضا، اكتشفت هذا مؤخرا. لدي في أسرتي من هم صوفيين ومن هم إخوان ومن هم اليوم حوثيين. هذا هو القالب أو الشكل الذي يمكن أن نختزل فيه نوعا ما المشهد في اليمن. لا يعني أن لا يوجد هناك فروقات داخل هذه الأسرة اليمنية واختلافات في الرأي، ولكنها ليست في مستوى الصراع، ليست في مستوى الاقتتال وفقا للخلفية الدينية أو المذهبية. بطبيعة الحال عندما تسمع يمني يباشرك بآية قرآنية أو قال الله أو قال رسوله، فاعلم يقينا أنه يبحث عن مكسب سياسي، لا يتحدث عن الدين بالمطلق. هذه حقيقة. أنا لن أتحدث عن مناطق أخرى في منطقة الشرق الأوسط، سأتحدث كما نصحني الدكتور سعد الدين أن في أيضا في كتابه الفجوة بين المثقف والأمير، أنا آتي أيضا أنا سياسي، ولكن سأحاول أن أكون موضوعي لأشخص وأعرض أمامكم الحالة اليمنية. يستخدم الدين، يعني لن تصدقوا إذا قلت لكم بأن الحاضنة أو الرقعة الجغرافية التي يعرف عنها العالم بأنها هي المنطقة الزيدية في اليمن هي منطقة يحكمها الوهابيين منذ 25 سنة، رغم أنها منطقة زيدية. يعني الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أو النخبة التي كانت تحكم في إطار الرقعة الجغرافية الشيعية الزيدية كانوا يحكموا باسم الممارسة الوهابية لأغراض سياسية. أيضا في الجنوب، في جنوب اليمن إلى ما قبل العام 90 هي دولة كانت قائمة على وفق الفلسفة أو النظام الاشتراكي، لم يكن يدين أيضا بهذه الفروقات. اليوم نسمع في اليمن عن روافض، نسمع في اليمن اليوم عن مجوس، نسمع في اليمن اليوم عن دواعش، نسمع عن تكفيريين، ولكن عندما نشخص حقيقة وواقع هذا الشيء كلنا بعيدين عن الدين. يستخدم الدين ويستغل لتحقيق مكاسب سياسية. بطبيعة الحال تأثرت اليمن مثل ما أسلفت بطبيعة الصراع الذي هو قائم في منطقة الشرق الأوسط، بالتغذية التي تحاول بعض القوى الدولية. أنا لا أؤمن كثيرا بنظرية المؤامرة، ولكن هو واقع، ليس شخص آخر غير جورج بوش الذي تحدث عن الحروب الصليبية. سمعنا كثيرا من التراث النظري والفكري القادم من الغرب قبيل العام 2003 يتحدث عن منطقة الشرق الأوسط من منظور ديني، من منظور عرقي، من منظور إثني. تأثرت اليمن كسياسيين وأنا منهم، نستغل ونستفيد من هذه الجزئية. أنا أتي نتحدث من منطقة اسمها حضرموت، نحن أقلية سكانية وفق التعداد السكاني، لا يتجاوز عدد الحضارم 1,200,000 من إجمالي تعداد اليمن السكاني. هي منطقة تشكل 36% من المساحة الجغرافية وتشكل 70% من الرافد الاقتصادي للحكومة اليمنية. نتحدث كحضارم أننا نعاني من الإقصاء، من التهميش، بسبب أن لدينا ثقافة خاصة بنا، لدينا من العادات الخاصة بنا، لدينا من الموروث الحضاري والاجتماعي.
نزايد فيها. صحيح نفتخر بهذه المرجعية وبهذا المخزون الذي نأتي منه، ولكن عندما نكون في طاولة السياسة لا نستخدم هذا لإفراء أو لإبراز المخزون الحضاري الذي لدينا أو نروج سياحيا، نستخدمه على طاولة السياسة لتحقيق مكاسب سياسية. هذا من حيث البعد الجغرافي، وأيضا هناك البعد الديني، من يستخدمه في المناطق الأخرى. في اليمن اليوم هناك مشهد من ثلاث محاور إن سنقارب مسألة التنوع أو التعدد. هناك ما يعرف اليوم بالقضية الجنوبية، وهي قضية سياسية بامتياز رغم التسييس الديني الذي يستغل الآن، أو التسييس العرقي، رغم أنه هي اليمن شمالا أو جنوبا، ولكن هناك من الأصوات منذ العام 2007 في جنوب اليمن وفق ما عانوه من اضطهاد سياسي، من إقصاء عقب تحقيق الوحدة اليمنية وعقب الحرب التي حدثت في العام 94 900 و1000، شعر الجنوبيون بأنهم مقصيين من العملية السياسية، مقصيين من المشاركة في الثروة والسلطة. فتضخم هذا تضخمت هذه القضية وباتت اليوم تعرف باسم القضية الجنوبية، وهي قضية سياسية. اليوم نسمع في الجنوب أنهم يدافعون عن السنة بحكم الغزو الحوثي الذي اجتاح المحافظة الجنوبية. غلف هذا الصراع رغم أن ذهاب الحوثيين أو من يسمون اليوم أنصار الله الذي يستند إلى خلفية زيدية شيعية، من في الجنوب يقاومون هذا المد، يقاومونها اليوم باسم شعار ديني أنهم يقاومون غزو الروافض والمجوس وأبناء المتعة الذين تسيسهم وتحركهم إيران والمذهب الجعفري، رغم أن الحوثي عندما ذهب إلى الجنوب لم يرفع شعار طائفي. سيس هذا الشعار عندما دخلت المملكة العربية السعودية علناً ورسمياً وليس خلف الكواليس وتتحدث من داخل منبر الحرم المكي بأنهم يدافعون عن السنة مقابل حربهم على الشيعة أو الاثنى عشرية والجعفريين. والغريب هي نكتة، لا يوجد جعفريين في الجمهورية اليمنية قط، يعني لا يمكن أن رغم أنه ليس من المعيب، من حق أي يمني أن يعتنق أي مذهب، ولكن استغل هذا الصراع. أيضا إيران والمنابر الإيرانية والحوزات الصوت الإعلامي القادم من إيران بأن الشيعة اليمنيين مضطهدين. عندما تبحث عن الشيعة اليمنيين، أين الشيعة اليمنيين؟ لا يوجد. هناك زيود، وهي مدرسة تميل نوعا ما إلى بعض التراث الشيعي، ولكنها لا تندرج في إطار المذهب الشيعي. القضية الأخرى هي قضية صعدة، وصعدة هي محافظة يمنية في أقصى الشمال ومحادة للمملكة العربية السعودية، وتسمى بكرسي الزيدية، المعقل الرئيسي لانتشار المذهب الزيدي في اليمن منذ الهادي ابن الحسين، منذ أكثر من 3 إلى 4 قرون. استغل الحوثيون هذه الحاضنة الزيدية مقابل المد الوهابي، هي منطقة زيدية مثل ما أخبرتكم. بعد العام 90 المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الحكومة التي كانت تحكم بدأت تنشئ مدارس سلفية وهابية في هذه المنطقة. شعر أبناء هذه المنطقة بخطر وهابي داهم عليهم، فأسست حركة ما يسمى بتنظيم الشباب المؤمن في العام 2004، وهي النواة الأولى لحركة الحوثيين. هي حركة ثقافية سياسية تستند إلى الموروث الديني وتقود اليوم الصراع باسم الله، ولكن هو صراع للبحث عن السلطة أو للمشاركة في السلطة، ولكن الأتموسفير أو البناخ الذي يسود في المنطقة جعل أيضا من هذه الحركة تنغمس تحت غلاف أو يافطة الصراع الديني. الإيرانيين دخلوا وبالمفتوح، صحيح لا يوجد physical participation، لا يوجد التواجد الإيراني الجسدي داخل أراضي الجمهورية اليمنية، ولكن هناك التأثير، هناك التمويل، هناك التدريب. السعوديين يخبرون بأنهم وجدوا أنفسهم مقابل هذا الضخ الإيراني بأنهم مطالبين بأن يكونوا حماة للسنة. المشهد الثالث في اليمن والذي سأختم فيه لكي لا أطيل أيضا كثيرا، هو الحداثيين في اليمن أو التواقين للحياة المدنية، للممارسة المدنية والديمقراطية في الحياة السياسية، وهؤلاء هم من يؤمنوا بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في اليمن عقب أحداث العام 2011 بموجب المبادرة الخليجية التي نظمت انتقال السلطة سلميا من الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي. فعقد هذا المؤتمر ونوقشت هذه القضايا
بالتفصيل ولأول مرة بشفافية وعلنية القضايا الدينية، القضايا الثقافية، القضايا الحقوقية. فالحداثيين وما يمكن أن نطلق عليهم اليوم في اليمن الحداثيين أو التقدميين أو دعاة الدولة المدنية هم من يصطفوا لتنفيذ مخرجات الحوار. ما هي أبرز مخرجات الحوار؟ خرج هذا المؤتمر بصياغة شكل للدولة اليمنية، بناء الدولة اليمنية وفق منظور مدني تعددي قائم على التعددية السياسية والحزبية وتوسيع ودعم دور المجتمع المدني والمنظمات الأهلية في الحياة السياسية، والتحول نحو النظام الفيدرالي الاتحادي. رأى هؤلاء اليمنيين بأن النظام الفيدرالي والاتحادي هو الحصن أو الحاجز المنيع الذي ممكن من خلاله أن يذوب أي نزوعات أو صراعات مناطقية أو دينية أو ثقافية في إطار مراعاة خصوصية كل رقعة جغرافية في الجمهورية اليمنية. للأسف هذا المشروع أيضاً سيس باسم الدين وباسم الصراع الذي يدور في المنطقة، وهو جوهر الحرب القائمة اليوم. عقب أن أعد اليمنيين مسودة للدستور تنص على التحول نحو النظام الاتحادي الفيدرالي القائم من 6 أقاليم، تباينت رؤى الفرقاء اليمنيين حول عدد وشكل ونمط وسلطات وصلاحيات هذه الأقاليم، وإلى هذه اللحظة نعيش في هذا الصراع. لدي عدد من التوصيات للحالة اليابانية، وهي الأولى أن نعتمد قواعد ومعايير حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لإدارة خلافاتنا داخل اليمن. نتمنى من المجتمع الدولي أن يدعم الجمهورية اليمنية نحو الانتقال العاجل والسريع للنظام الفيدرالي. نحن نستلهم بالذات في منطقة حضرموت من التجربة الكردية، وبالمناسبة ننوي أن يحضر أو يذهب وفد جنوبي حضرمي لزيارة كردستان عندما تسمح الظروف، نتحاور في ذلك مع أصدقاء في كردستان أيضا للتعلم من هذه التجربة. نرى أن التجربة الكردية نوعا ما حافظت على الخصوصية الكردية وعلى الثقافة الكردية وعلى الثروة الكردية. نحن في اليمن لسنا أو في مناطقنا لسنا ذلك التواقين على أو الخائفين من اندثار ثقافنا، أو لا يوجد لدينا لغة خاصة، لا يوجد لنا خصوصية كبيرة بمنع عن بقية المناطق اليمنية، ولكن ننظر إلى هذا الموضوع من بعد اقتصادي، أن أيضا النظام الفيدرالي الاتحادي سيحصن ثرواتنا التي نشعر بأننا حرمنا منها دهرا طويلا من الزمن بسبب الاستبداد والفساد الذي كان قائما في النظام السياسي في اليمن. وشكرا جزيلا. One of the things that Dr. Bahagat and Karim and Saad and I agreed on from the very beginning is that this would be a conference where we didn't just discuss diversity, but we brought very diverse perspectives to the table. And I just want to say that I think having the voices of youth and the next generation around the table and presenting has really added a lot. And thank so you we, much. You have recouped our faith in diversity of generations. Thank you, Professor. The other thing that we agreed very early on is that we didn't want to limit this conference to the Arab-speaking countries, that the issues that we face cross over those borders. Iran, Turkey are very important parts of the problem and therefore will have to be ultimately parts of the solution. And I'm very pleased that we have two very distinct and different perspectives on the country of Iran. We have saved maybe not the best, but certainly one of the most important countries for last. I'm going to begin with my Egyptian colleague, who's a political researcher at the Al-Ahram Center for Strategic Studies. I think we all know that this, for many decades, has been a place where research on the greater Middle East has been taking place, and so you come in a long tradition of scholars and researchers. And Mohammed Nagy will talk to us about an overview of the Iran situation, and then we'll turn to a representative of one of its major Arab minorities. For those of you who are wondering why we weren't addressing Arab minorities, we're getting there. Okay, Mohammed, fadl. شكرا دكتورة باربرا، والشكر موصول ايضا للاستاذ العزيز دكتور بهجت والاستاذ العزيز دكتور سعد على منح الفرصة للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يضم كوكبة متميزة من الخبراء والمفكرين والباحثين. ابدا حديثي مما انتهى اليه زميلي
مستر خلدون فيما يتعلق بأن محاولات تدين الصراعات في كثير من دول المنطقة هي محاولات أو جهود لتحقيق أهداف سياسية في المقام الأول خاصة بدول أبو فواعل رئيسية في منطقة الشرق الأوسط. وبالطبع ده يتصل بالموضوع الذي سأتحدث عنه اليوم، وهو موضوع خاص بالتعددية أو قضية التعددية في إيران، باعتبار أن إيران تدعي أنها تدافع عن المظلومية المستضعفين في الأرض، تدعي كما قال أيضا أنها تدافع عن الشيعة، رغم أن كثير من القوميات داخل إيران هي نفسها تتعرض للاضطهاد ولمشكلات كبيرة من جانب النظام في إيران. إيران دائما تتحدث بأكثر من لسان، اللسان أيديولوجي ولسان براغماتي، لكن في النهاية عندما في حالة ما إذا تناقض اللسانان تنتصر لصالح الأيديولوجيا في النهاية، لصالح المصالح، لصالح البراغماتية في النهاية، هناك حالات كثيرة تؤكد ذلك. فيما يتعلق بقضية التعددية في إيران دائما تحظى باهتمام خاص لأكثر من اعتبار. الاعتبار الأول هو أن إيران دولة متعددة القوميات، يعني لا نتحدث في حالة إيران عن قومية واحدة أو قوميتين، بل نتحدث عن أكثر من 6 قوميات. هناك الفرس، هناك العرب، هناك الأكراد، هناك التركمان، هناك الأزريون، هناك البلوش وغيرهم. حتى ما يتعلق بالجانب المذهبي هناك شيعة، هناك سنة، هناك مسيحيين، وهناك يهود وغيره. الاعتبار الثاني هو أن معظم هذه القوميات في إيران هي موجودة على حدود إيران، على الحدود، وتتشابك عرقياً في كثير من الأحيان مع الدول المجاورة لإيران. وللأسف النظام في إيران والدولة في إيران بدلاً من أن تستوعب أو تسعى إلى إدماج القوميات في إيران باعتبار أنهم إيرانيون قبل أن يكونوا أي شيء آخر، كانت هناك سياسات إقصائية وتهميشية وتمييزية ضد القوميات غير الفارسية في إيران في الفترة الماضية. الاعتبار الثالث هو أن هناك اهتمام دولي بدأ يتصاعد تدريجياً، وإن كنت أعتقد أنه ما زال خافت أو ضعيف، بقضايا القوميات والأقليات في إيران. هناك عقوبات ما زالت مفروضة على إيران من جانب الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. حتى بعد الوصول للاتفاق النووي ما زالت هذه العقوبات سارية. هناك أيضاً أحاديث حتى من جانب المسؤولين الأمريكيين، آخرهم كانت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن نيكي هايلي تحدثت في 18 أبريل الحالي على أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، وهناك مشكلات في بعض الدول خاصة بالقوميات مثل إيران وكوبا وكوريا الشمالية. حتى منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الأخير تحدثت عن أن المنتمين للأقليات الدينية والعرقية في إيران بيتعرضوا ويواجهوا تمييزاً كبير، خاصة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام التي تستخدم على نطاق واسع ضد بعض المنتمين لهذه القوميات. الاعتبار الأخير هو أن التغييرات الاستراتيجية والتطورات التي تشهدها المنطقة انعكست أيضاً على في الداخل الإيراني. هناك نوع من التصعيد لمطالب الخاصة بتفعيل مواد الدستور الخاصة بالقوميات، الخاصة بالمساواة، بالمساواة في الحقوق والحريات بين الفارسي وبين القوميات الأخرى. حتى لو سنجد أن هناك بالفعل احتجاجات بدأت تشهدها المناطق اللي بتقطنها الأقليات، وكان حتى بعضهم في مناطق الأكراد على غرار مهابات أو غيرها في ما حدث في مايو 2015 عقب انتحار فتاة كردية نتيجة خوفها من اغتصاب من جانب أحد ضباط الأمن، وده أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة حتى في الفترة الماضية. طبعا هناك اهتمام حتى من جانب بعض القوى المنتمية للقوميات بعقد مؤتمرات في الخارج لتوجيه اهتمام المجتمع الدولي بهذه القضية، وتأكيد أن المشكلة مع إيران لا تنحصر في برنامجها النووي، لا تنحصر في اتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، لا تنحصر في اتهامها أيضا بزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لا أيضا تمتد إلى قضايا في داخل إيران وهي خاصة بالقوميات الإيرانية المختلفة.
هذا فيما يتعلق بعوامل الاهتمام بهذه القضية، لكن في تصوري على الأرض هناك أيضا نقاط مهمة لابد أن نأخذها في الاعتبار. النقطة الأولى الخاصة بالوضع القانوني والدستوري في إيران فيما يتعلق بالقوميات، سنجد أن هناك مواد في الدستور وكما قال البروفيسور باختيار تنص على الحرية والمساواة للقوميات الإيرانية المختلفة، زي المادة 19 التي تنص على أن يتمتع أفراد الشعب الإيراني بحقوق متساوية ولا تمييز بينهم بسبب القومية أو القبيلة، ولا يعتبر اللون أو العرق أو اللغة سببا للمفاضلة. وأيضا هناك مادة 20 وأيضا البند 9 من المادة 3 كلها تؤكد على هذا المعنى. لكن على الأرض هناك مشكلة، هناك عدم تفعيل لهذه البنود وهذه المواد. على سبيل المثال سنجد أن المادة الخاصة بشروط اختيار رئيس الجمهورية أو شروط ترشح رئيس الجمهورية تنص على أن رئيس الجمهورية لابد أن يكون معتقدا بمبادئ جمهورية إيران الإسلامية والمذهب الرسمي للدولة، وهذا إقصاء للأقليات الدينية الأخرى. بعض المرشحين يمنعوا من أن ينافسوا في الانتخابات بسبب أنهم لا يؤمنون أو لا يعتقدون في المذهب الشيعي الإثنى عشري وهو المذهب الرسمي للدولة في إيران. وهناك أيضا مجلس صيانة الدستور، هذا المجلس هو يقوم بعملية فلترة للمرشحين للانتخابات الرئاسية والانتخابات المختلفة، ويستخدم هذا البند تحديدا في رفض أهلية أي من المرشحين الذين لا يعتنقون المذهب الشيعي في المقام الأول. فيما يتعلق حتى بالمرشد الأعلى وهو صاحب المنصب الأهم في إيران، لا يوجد شرط للجنسية فيها في اختياره، وهنا أعتقد أنه هو جانب أيضا من الازدواجية داخل إيران، فإن المرشد لا يوجد شرط الجنسية في اختياره باعتبار أنه قائد الأمة الإسلامية وأمير المؤمنين وإمام المسلمين، وهذا بيمثل مشكلة داخل إيران فيما يتعلق بأنه أيضا يؤشر لأن إيران رغم أنها تتبع مذهب أو تتبع تفكير أو سياسة أيديولوجية في كثير من الأحيان، لكنها أيضا تسعى إلى تفريس المناصب والمؤسسات، وهذا اتضح حتى في بعض ما قيل عن رفض تصعيد أحد الشخصيات المهمة داخل النظام وهو رجل الدين محمود هاشمي شهرودي الذي كان مرشح في بعض الأحيان لتولي منصب أن يكون خليفة محتمل للمرشد الحالي علي خامنئي. هناك تحفظات عليه من جانب البعض داخل إيران نتيجة أن أصله عراقي أو ولد في العراق في قبل أن يصل إلى إيران وأن ينتمي أو يتولى مناصب رسمية في الدولة، على غرار أخيرها منصب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام. فيما يتعلق بوضع القوميات على الأرض سنجد أن هناك مشكلة كبيرة بين النظام وبين القوميات نتيجة السياسات اللي بيتبعها النظام. هناك تمييز، هناك اضطهاد، هناك عدم اهتمام برفع مستوى البنية التحتية، عدم اهتمام باللغات، عدم اهتمام بالخدمات التعليمية والصحية في هذه المناطق. هنجد مثلا قومية البلوش تتهم دائما بأنها لها امتدادات في الخارج في أفغانستان وباكستان، ودائما التوتر يسيطر على علاقاتها مع النظام. حتى طبعا القومية الأزرية أيضا تتهم بأنها لها تشابك عرقي أو امتداد عرقي مع أذربيجان، وهناك مشكلات عديدة بالنسبة لهذه القومية انتقلت حتى إلى بعض وسائل الإعلام في إيران. صحيفة إيران على سبيل المثال في عام 2006 نشرت كاريكاتير لفتى يردد كلمة صرصار باللغة الأزرية أمام صرصار يسأله ماذا بنفس اللغة، وهذا أعتقد أنه سبب مشكلة كبيرة واندلعت بسبب احتجاجات في المناطق التي يقطنها الأزاريون. أيضا القومية التركمانية أعتقد أنها نفسها تواجه نفس المشكلات، وسبق أنها قدمت أو شكاوى عديدة من سياسة التفريس التي تتبناها الدولة في إيران. الأكراد وكما قال
بروفيسور باختيار نفسهم يتعرضون لنفس الاضطهاد والتمييز. ولو لاحظنا هنجد حتى منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الأخير بدأت تتحدث عن اعتقال عدة عشرات من الأكراد دون مذكرات توقيف بسبب التهمه بالانتماء إلى ما يسمى بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي تدخل البلاد في صراع مسلح معه. حتى تم أو ذكرت أنه بعض الأكراد قدوا بسبب أو تعرضوا لإحكام بالسجن وصدرت ضد بعضهم أحكام بالإعدام بسبب اتهامهم بالانضمام إلى بعض الجماعات المسلحة. على هذه نفس المشكلة يتعرض إليها أصحاب المذاهب المختلفة في إيران. لو سنجد أنه الدستور على سبيل المثال لا يميز بين السنة والشيعة ويعتبر أن الأقليات الدينية تنحصر في اليهود والمسيحيين والزرادشت ويخصص 5 مقاعد في مجلس الشورى وهو البرلماني للأقليات الدينية ولا يعتبر السنة أقلية في المجلس أو أقلية في إيران وبالتالي لا يخصص إليهم مقاعد داخل المجلس. وهناك حتى خلافات حول تعداد هذه الأقليات داخل إيران. هناك دائما تعتيم من جانب النظام على هذا التعداد. حتى طبعا كما ذكرت في البداية أن هناك تمييز فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية في الدولة وطبعا باختيار المناصب أصحاب المناصب الأخرى فيما يتعلق بحصره في أصحاب المذهب أو من يعتنقون المذهب الشيعي الجعفري الاثني عشري. آخر نقطة هي فيما يتعلق بالتوصيات. أنا في تصوري أن تفعيل مواد الدستور خاصة بالمساواة وفي الحقوق بين المكونات الاجتماعية للشعب الإيراني هي التوصية الأولى. أعتقد أنها في حال تفعيلها أعتقد أنه ستكون هناك دفعة كبيرة ل أو يعني نوع من التقليص للمشاكل التي تتعرض إليها قوميات في إيران. هناك طبعا الاهتمام برفع مستوى الخدمات المعيشية من صحة وتعليم وبنية تحتية. هناك التوقف طبعا عن أسلمة وتفريس المجال العام في إيران والسماح بإنشاء تأسيس وسائل إعلام ناطقة بلغات القوميات المختلفة. طبعا آخر التواصل مع الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأعتقد أن توجيه رسالة لإيران بأن المشكلة معها لم تعد تنحصر في برنامجها النووي وتدخلاتها في المنطقة وإنما تمتد إلى المشكلات أو القضايا الأخرى على غرار القوميات العرقية والأقليات المذهبية أعتقد من الممكن أن يكون له دور في معالجة المشكلات التي تواجهها القوميات في إيران. شكرا. Our next speaker, Dr. Karim Abdian, is someone I'm meeting for the first time here at this conference, but I feel that I know him very well already. Because a year ago, Sadeddin and Karim and I helped to organize a conference in Washington, D.C. that concentrated on diversity and managing diversity in Iran. And so we were on Skype and telephone calls and emails constantly, and I've come to have great respect for the work that he does as executive director of the Ahwaz Human Rights Organization, and for looking for peaceful and non-aggressive and non-separatist solutions to the thorny problems of diversity in his home country of Iran. And I'm very grateful to him because his paper is a look toward modalities and toward solutions, which is the basic goal of our conference. So without further ado, Dr. Karim, I turn it over to you. Shukran. Shukran jaziran, Dr. Barbara, and shukran jaziran li Markaz Ibn Khaldun and Jamia Limbikiya fi Qahira. أنا إذا تسمحوا لي رايح أقدم محاضرتي بالإنجليزي والدليل سبب هذا لأن عدم سيطرة الكامل للغة العربية لأن أنا عربي من الأحواز لكن جمهورية الإسلامية الإيرانية لم تسمح تسمح للشعب العربي الأهوازي في دراسة باللغة العربية لغة القرآن هذا حقيقة. أنا كناشط سياسي أقدر أقدمكم العشرات السجناء الأهوازيين اليوم في السجون لذلك الجرم يعني محاولتهم للتنفيذ
مادة 15 وتدريس باللغة الأم. قبل لا أدق لكم فرد شيء، يعني الحكومة يعني إصرارها، أنا كنت بالسجن، سجين سياسي بالزمان الشاه، ومن بعد سنتين سنة ونصف الانفرادي، أبوي إجا من بعد من عبادان، إجا لطهران ويشوفني يزورني، وكان يتكلم، يعني بدأ يتكلم بالعربي، والضابط قال ما يصير، هذه الدولة إيرانية وفارسية. قلنا بابا ما يعرف، أبوي ما يعرف لغة العربية، ما خلوه يحكي وياي ورجعوه، هاي حقيقة. يعني لذلك يعني العالم العربي ما يعرف هذا، بس على كل حال إذا تسمحوا لي أنا أبدأ، لأن دراستي كانت بالعربية. First, I would like to thank Dr. Barbara, Dr. Saadeddin, and all the other organizers. And my paper, I tried to address few things. One is to state the problem. What is the problem? And really, I tried to represent all ethnic groups, not Arab, Kurds, Baluch, Turkmen, Kurds. But because of the time, I may skip some of that. But nevertheless, the importance, I think, what this is, that although there is a human rights issue, but what I'm going to talk about is not merely a human rights issue. There are secessionist movement, I think, some of them rightfully so, you know, after all these years, you know, and you will see during my presentation why these are secessionist movements. So I guess what I'm trying to say, on one hand, you have these movement that want independence outright. On the other hand, the international community does not allow it. On the other hand, the situation as it stands is untenable, truly untenable. It has reached an explosive situation. So within with that context that I will provide the solution toward the end. But yes, true, at a glance to the hotspot in the Middle East invariably shows that the cause of all the crisis lay in the disenfranchisement, marginalization, oppression, and exclusion of non-dominant nationalities. It's true in Syria, in Iraq, in Lebanon, in Yemen, in Turkey. And I believe a crisis, a similar crisis, is looming on the horizon in Iran. That's why I will use the case of Iran as a model for constructing a multinational federal state as a solution to the right of self-determination for non-dominant, non-Persian ethnic groups. Like most countries in the region, Iran is a multi-ethnic, multinational country. Indeed, Iran is the most diverse country in the region, by far. But this diversity is in a state of tension. And due to insistent on building a nation state out of this non-homogeneous society, it is in fact threatening the territorial integrity of the very state. So Iran, like other states in the region, like Turkey and Iraq, engage in a nation-building attempt in the 20th century to create a monolithic so-called Iranian nation by suppressing ethnic diversity and imposing a national identity on non-Persian nationality. But it was a failure, and it has been constantly challenged by non-Persian nationalities. Iran is comprised, as it was said, comprised of six major nationalities: Arabs, Baluch, Kurd, Persian, Turkmen, and smaller groups of ethnic and linguistic and tribal groups. No one ethnic group has a numerical majority. Iran is also a home to a Sunnis, Christians, Jews, Baha'is, Mandais, and others. These ethnic and religious groups comprise at least no one of these ethnic group has a majority, but they are a majority in their own land. These ethnic and religious group comprise at least 50%, and by some estimate, 2/3 of the population. Yet these group have not been accorded equal citizenship.
their ethnicity or their religion are not being officially acknowledged. According to Mr. Haj Babayi, the former Minister of Education, he says, out of all the first graders that enter in school in Iran, only 30% have Farsi or Persian as their mother tongue. And the country has about 1/3 Sunnis. Yet, officially and constitutionally, Persian language is the sole official language, and Shia is the sole sanctioned religion in Iran. And all others are ignored, negated, or at best, marginalized. So an Iranian Shia, or a Fars, or a Persian, by default, have been positioned on a great advantage and dominance. Although I cut back, you said don't go in history, but you know, very little. In 1921, after centuries of Qajar dynasty, the British decided, the British at the time, they were supporting regionalism in Iran for hundreds of years. But after the Bolshevik Revolution, fearing that the Bolsheviks will come south and reach the warm waters of the Gulf and through which threaten their jewel colony of India, they decided, they had a change of mind, they decided on a unitary state. So they brought Reza Shah Pahlavi, an ultra-nationalist, to 1921 and started the Pahlavi dynasty. So Reza Shah implemented an ambitious economic, social, and cultural program devised by Persian ultra-nationalist theorists, adopting a distorted version of the 19th century European nation-state in an attempt to eliminate all non-Persian nationalities and unify Iran in at all costs, with all possible strength and as soon as possible. So the core of the nation, of the Iran's nation state, was based on Persian nationalism and Shia religion. This policy continued after Reza Shah was abdicated in 1945 by the British because he told the Nazis. And until 1979 revolution, this policy was enforced by Reza Shah, Muhammad Reza Shah. After the revolution, the Islamic Republic of Iran continued the Persian Shia nation state building discourse to the detriment of non-Persian nationality. The non-Persian nationalities actively participated in the revolution against the Shah's regime. By the way, who's buried here, the Shah's buried here in Cairo, which ended up overthrowing the Shah in February of 1971. These nationalities aspired to gain their rights under a new regime that called for the values of Islam based on justice, equality, and rights for all peoples, regardless of their race, ethnicity, or origin. However, what happened was the opposite. The new Islamic regime launched a massive campaign against the Ahwazi Arab, the Kurds, the Turks, and the Turkmen, who demanded self-rule, and executed many, many thousands. The new revolutionary regime, I just want to say, one of my colleagues, Jalil Sharhani, was a victim of that. Jalil Sharhani, an Ahwazi Arab, his father, his brother, and his uncle was executed in front of him when he was 10 years old, and he's sitting right here. So, but there are many other Kurds and non-Persians activists who were executed. So the Islamic Republic, like its predecessor, uses Shia theology and Persian literature, history, language, and education to deliberately privilege one ethnic group over the others, thus creating a socioeconomic inequality, exclusion, and oppression, thereby stifling any chance for democratic transformation. Promoting aggressive nationalism in Iran chiefly manifests itself in anti-Arab racism and sometimes, again, Kurds, Turks, and others as non-Aryans.
but also against Sunnis, Baha'is, and Armenian, and others. Throughout the past 38 years, all demand for autonomy and acknowledgement of non-Persian minorities have been brutally oppressed by the Islamic Republic. Now, I was going to give you a very, some information about the non-Persian ethnic groups, but Barbara said cut the grievances too short, but I'll give you a little bit about Ahwazi Arabs. Ahwazi Arab is one of the five non-Persian constituencies reside mainly in southwest of Iran in the province of Khuzestan, or as it's called by its indigenous name, Iqlim al-Ahwaz or Arabistan. Ahwazi Arabs are an ethnic, a national, and linguistic minority in Iran. They are caught between an unfortunate phenomenon. They are subject to racism due to historical Persian-Arab animosity. Arabs have been one of the excluded constituent nationalities, and socioeconomically, they are among the most oppressed, ranking at the very bottom. Ahwazi Arabs are estimated to be between 5 and 7 million, or 10% of the population. The regime changed the names of Arabistan to Khuzestan to deny them their Arab identity. 90% of Iran GDP from oil comes from the Arab land. Yet Arabs live literally in abject poverty. So the treatment of the Ahwazis belies the regime professed solidarity with the Palestinians and the poor and dispossessed in the Arab world. Ahwazi Arab endure human development indicator that fall well below the Iranian national average. Illiteracy is two times, illiteracy in Iran, they claim it's 14% among Arabs, or two times, and unemployment is about four times the national average. More than 150,000 hectares of land, and we have document that has been confiscated from Arab farmers and was given to government-sponsored cooperative. Their children, as the children of the Kurds and Arab, Turks and Baluch, are deprived of use and study of their mother tongue. Any legitimate demands of the Ahwazi and other minorities are often called as separatists, secessionists, or a danger to security and territorial integrity. In this Arab majority, as in Baluchistan, probably in Kurdistan, Governor General and all other provinces, political, military, and security commanders, officers, mayors, and all other high and mid-level government officials have consistently been chosen from non-Arab, non-local. They are treated as second and third class citizens and with an equal sharing of economic and political resources. Yet, on the other hand, so that's a problem. On the other hand, because of globalization, social media, there has been a great national awakening. And that's where the importance of this. I mean, I'm glad in the earlier panel, we talked about Amazigh. Okay, human rights issue. This is more than that. I believe we have an explosion coming in Iran, like Syria, civil war, because of this national awakening. Okay, so on one hand, you have this national awakening, and so what's the solution? To avert a crisis like the current one in Syria, I believe the right of self-determination can be presented as a solution and as a tool for crisis management, and transform the existing diversity through a non-violent struggle into a unity to establish a just, democratic, and pluralistic society like the Swiss, the Indians, the Canadians, and others have. But how to accomplish this? Okay, who is the arbitrator and who is the guarantor of self-determination? Are we just talking cliche? Who is it? The United Nations? Yes and no, maybe. It's part of the solution. So the UN
The UN has no executive power, not even the coercive power that usually augments and drives successful diplomacy. So in UN literature, however, the right of self-determination is defined as the right of a particular people to freely determine and control their political, economic, and sociocultural destinies. Article 2 of the UN Resolution 1514 in 1960, it says, and I quote, all peoples have the right to self-determination by virtue of economic, social, and cultural development, end of the quote. And all other, and I have listed it in my paper, I listed all UN resolution and covenants that talk about self-determination, okay? They all have the people are entitled to self-determination, but never in any piece of literature they define who these people are and how they gain self-determination. And sometimes you have contradictory definition for that. That's why some call it our creative ambiguity. Anyway, but in 1998, fast forward, the conference in UN conference in Barcelona talks about implementation of self-determination as a contribution to conflict prevention. And they talk about two types of, for the first time in the UN history, they talk about two types of the self-determination, internal and external. External is full secession. Internal self-determination, however, they say by that they mean right to decide the identity and the form of a governing body by the whole population of a state and the right of a particular group within the state to participate in decision-making at the state level. As well as the right to exercise cultural, linguistic, religious, or territorial political autonomy within the boundaries of the existing state. And it says that politically, internal self-determination can take the form of participatory democracy, federalism, confederalism, local government, and so on. So this is my point. What I'm saying is we need to hold the UN to its feet, okay? If the UN, as its member state, do not allow self-determination and secession, then what? The status quo is not tenable. We have an explosion, another Syria and Iran. Then what is the solution? So this is where I present as multinational federalism. And specifically, it's different than, you know, other federalism, because in this type of arrangement, it's a way out for looming explosive situation that I mentioned in Iran. This type of federalism, it will include a power-sharing formula between central government and the region without breaking up the state. Because remind you that Sykes-Picot, as Professor Bakhtiar said, is already very much in play. They said the border drawn by Sykes-Picot is sacred. Okay, so but this type of federalism complies with that, but in countries that face violence between different territorially concentrated groups, federalism has been used to ensure autonomy for the different groups on one side and their inclusion through power sharing mechanism in central government on the other. Bosnia offers a good, like the past 15 years, Bosnia has been a system working with the direct involvement of the international community and the UN. I wanted to bring the secession of South Sudan as the other side of the coin. For my colleague that they say, we want outright secession. I said, but secession by in of itself cannot be the solution. Look at the South Sudan. Are they better off? Have they reach the state like the KRG, you know, KRG can secede at any time. They built their institution in South Sudan. It was rushed through. So the point is that it should be, the aim should be clear. What is the aim, you know? So the federalism that I talk about, it could be the tool for conflict prevention and resolution
If the conflict is about the recognition of diversity, territorial autonomy, and power sharing in the central institution, as it was successfully done in Bosnia. Multinational, multi-ethnic federalism unite people that differ in race, background, language, culture, geography, and history. It explicitly rejects the integrationist and assimilation, forced assimilation objective of the ultra-nationalists like in Iran. Dual or multiple national loyalty is possible. It's been shown by the Indians and others. Okay, so under this federal system, individual as well as people have their collective rights. Okay, and it may not be 100% solution, but the need for that national minority is not, nobody is going to get 100%, but it will avert another Syria. Okay, so as for the Iran. For the Arabs, Kurds, Baluch, Turks, and Turkmen, and Ahwazi Arabs, internal self-determination manifesting itself in multinational federalism enable us to control our own affairs, protect our own land rights, and provides an opportunity to develop our respective culture. So I guess, what is missing in this whole thing? How? The UN has Iran as a member state. Iran, you know, won't allow it. I think it should be packaged, what I said, in a package and presented to the so-called international community, you know, including UN, that you choose. There are three options. One, the status quo, Islamic Republic of Iran, people won't accept it, okay? What I describe, peaceful transformation of power from a religious dictatorship to a democratic country, or what's the third option? Unknown. I predict there'll be explosion from within. If the opposition in Iran, the international community are not engaged, you may have an unpredictable situation. When I go to the State Department, they tell me we are against secession. You know why? Look at the failed state of Afghanistan. Any of these nationalities could be a failed state if they secede, right? And Al-Qaeda will come and take over as it did. So they say we are. And on the other hand, there are over 60 to 65 secessionist movement. They all want from countries that are ready to see, from KRG, as I said, Taiwan. Why can't it have self-determination? Somaliland, Sahrawis, others, you know? There is a force in the international community that prevents that, right or wrong, this is not subject of my discussion. But then the very international community owes it to the people to come up with a solution. And so thank you for this opportunity. This was a great event to discuss this. I hope this will continue. And I thank you and shukran jazeera. Okay, with permission from our organizers, we'll add a few minutes to the end of this session in order to get a chance for there to be a discussion. Khaldun is going to be leaving for the airport soon, so he's requested, if it's all right, that we might take questions that are specific to Yemen first, allow him to engage with the audience, and then he'll have to leave us. So please only raise your hand if you have a question or a comment about Yemen. Okay, so this gentleman first, and then Antoine. سامي عفتاح جمعية الرواق الجديد. عايز أسأل سؤالين، سؤال بالنسبة للعراق وسؤال بالنسبة لليمن على السريع. احنا طبعا نعرف الأكراد في ثلاث محافظات، دهوك وأربيل والسليمانية، وهم بيتكلموا أكتر من لغة. يعني ما قابلت قالوا لا احنا لغة بنختلف عن لغة.
وكان بيستعين زمان بالكرد هنا في مصر في التعليم في الدراسة، وكلمة أبلة في اللغة التركية اللي هي أختان، يعني المدرسة احنا عندنا كنا نقول أبلة. ماشي الكلام؟ لماذا يستعان بالكرد في الحروب؟ يعني مثلا مسعود البرزاني دخل في حرب مع الجيش العراقي، اضطر ان صدام يعمل اتفاقية، او احمد حسن البكر يعمل اتفاقية 74 مع الجزائر وتنازل عن شط العرب اللي فيه الاحواز. وطبعا لقينا كمان قوات كيجي اللي هي عبد الله أوجلان بيستخدم ناس من محافظة دهوك ومن عن عرب كوبالي في الحرب. لماذا يستغل الأكراد في الحروب؟ ده بالنسبة للسؤال بخصوص العراق. بالنسبة للسؤال بخصوص اليمن، طبعا احنا اليمن كانت بلاد مغلقة، وراح جمال عبد الناصر او فترة الستينات المصريين يعملوا برامج تنمية، اضطر يحاربونا، ودخل السعوديين ساعدوا قوات صعدة وساعدوا والناس اللي في محافظة صعدة وصنعاء يقتلوا الجيش اليمني، واضطرينا ننسحب وادارت الدورة. طبعا فوجئنا بالربيع العربي ان الشعب اليمني بدأ يخرج في مظاهرات، لان طبيعة الشعب اليمني ان هو يوم الصبح يعمل جديا والظهرية يقعدوا يخزنوا قات رجال مع نساء، فجأة لقيتهم بيهدفوا وتغير المفهوم ده. طبعا دلوقتي السعودية داخلة في حرب مع في اليمن او عاصفة الحزم، طبعا الطائرات السعودية بتمطر قنابل ما بتمطرش حاجة اخرى، والشعب اليمني بيقتتل مع بعضه. طبعا ده هيعمل نوع من فراغ سياسي وديموغرافيا وما الى ذلك، وانا بتوقع ان الحرب تقعد لها كمان 5 سنين حد ادنى. يعني ماذا بعد الرؤية دي؟ يعني ما رؤيتك كيف تحول الشعب؟ شكرا. دكتور انتوان. المتداخل في قضية اليمن بالفعل وصف بشكل دقيق جدا استغلال الدين في السياسة، وهذه بالقرآن واردة أكثر من 20 مرة عبارة المنافقون. المنافقون، أنا درست إسلاميات، لست فقيه في الإسلام، لكن سألت عدة مرات من هم المنافقون. بعض القواميس تقول منافقون هم الكفار، لا، كيف قد يكون صادق؟ بعض قواميس أخرى تكتب أن المنافقون هم الذين استمروا في علاقاتهم مع أهل المدينة. كلا، هم مش منافقون. والفكر الإسلامي ما دخل من هم المنافقون. منافقون هم بالفعل مثل الفريسيين وأهل الناموس في الإنجيل، ويجب أن نتعمق في قضية المنافقون لأي سبب؟ لأنه اليوم سمينا إسلام متطرف، سمينا سياسة إسلامية، سمينا تعصب إسلامي، كل هؤلاء منافقون. في إسلام متعدد بعرفه وأعيش معه، وفي منافقون، واليوم المنافقون اقتحموا الهياكل وكل الهياكل. لهذا السبب يجب التأسيس لعلم جديد هو علم سياسة الدين، politology of religion، يلي ما له علاقة لا بالدين ولا بالإيمان، وهي تعتمد على الحيلة. كثير من الأشخاص يتبعون المنافقين وهن حسنين نية، مثل ما كان كذلك في الإنجيل، ولكن وراهن في المنافقون. واليوم بعد تراجع الإيديولوجيات في العالم يستعمل الدين كإيديولوجيا في التعبئة السياسية، ولا علاقة له لا بالدين ولا بالإيمان. في لبنان جاينا بفعل كثير دراسات ميدانية بهذا المعنى مع فصلة عن الدين. شكرا. Okay, we'll take 2 very quick questions here, and Moha. All right, it's going to have there have to be very very brief. Or they're going to pay for the ticket. Or they're going to pay for rerouting him to his next appointment. So quick. أنا زرت اليمن 3 مرات، وزرت تونس، وزرت تقريبا كل الدول العربية والسودان وكده. يعني أحب الدول إلى نفسي هي فعلا اليمن، رغم يمكن الناس بتنظر كرم والصدق والمرونة تعاملهم مع بعض. أنا وكيل مركز البحوث التربوية من حضرموت، الدكتور عمر بفضل، وفهمت حتى أهل حضرموت دول بعيدين عن القات، واللي منهم بيقرب ناحية كده زميله يمكن بيضربوه تابوه. يعني دي لمستها في أهل حضرموت. بالنسبة للي بيحصل في الدول العربية، هي البداية من قيادات الدول العربية بتظلم فئات، وأول ناس يتقدموا لمساعدة المظلومين هم إيران عشان يتدخلوا. يعني
الدول العربية لو تتنبه لهذه الحتة والأقليات تأخذ حقوقها هنمنع التدخل الأجنبي، وخصوصا إيران بالذات هي مستنية لأي فئة مظلومة في أي مكان عشان تدخل إليه. دي نقطة. في نقطة تانية معلش، نقطة إجرائية، نقطة إجرائية اللي هي توزيع الأوراق على علينا. ممكن الواحد في اللغة الإنجليزية كويس بس مش ما يقدرش يتابع، لكن لو ورقة في إيده يقراها بيقدر يتابع أكتر، خصوصا زي الإحصائيات اللي اتعرضت امبارح. الإحصائيات دي لازم تكون ورقة قدامي، لأن كل جدول مختلف في تصميمه عن الجدول السابق. Thank you, but we really do have to keep moving. Are there other issues on Yemen specifically? Yes. إبراهيم حسن. بالنسبة للأكراد. يمن. يمن. And then we will بعد كده. مرة واحدة. نتكلم يمن ونتكلم العراق. Let's move to Moha. We were going to come back to Iraq and to Iran. عشان نتكلم مرة واحدة بس، بدل ما نتكلم مرتين. معلش. بالنسبة لليمن، اليمن أولاً بلد عزيز علينا، لأن إحنا رحنا اليمن في الستينات ووقفنا جنب اليمن. اليمن مشكلة في الاستبداد السياسي. الاستبداد السياسي جعل الدول الإقليمية تخش، سواء السعودية أو إيران، فإذا لم يكن هناك استبداد سياسي لن تدخل هذه الدول. النقطة الثانية، سيادتك بتقول عاوز شبه استقلال أو فيدرالية أو غير ذلك في حضرموت، ودي مسألة خطيرة، لأن ده مدعاة للتدخل الأجنبي، لأن أي دولة صغيرة هتستعين، لابد أن تستعين بقوة إقليمية كبرى حتى تستطيع أن تقف على قدميها، مما سيؤدي لحروب أهلية. وشكرا. Thank you. Moha. No. After? Okay. So, Dr. We're not forgotten anymore after this question. Are you okay? Yeah. Okay. Last question. Thank you very much. This is my last question, and very quickly. Khaldun, thank you very much for the scene you put us with you. And I would like to know more about Yemen and the future perspective from your side for the young generation, with for the federal union for Yemen. What will gonna be the situation strategically, as you can have any suggestions or perspective for the future regarding we excuse me for the gentlemen, we have to count on the international intervention and support in reconciliation and finding a solutions between them. So we cannot ignore the international role in managing peace, hopefully. Thank you. Okay, great. Over to you. شكرا جزيلا على الأسئلة الهامة جدا. I'm sorry. Okay. We'll come back. عن اليمن؟ No. Okay. شكرا أستاذ سامي. فقط للتوضيح، لم يحارب اليمنيين أشقائهم المصريين قط. كانت القوات الملكية التي ثار عليها اليمنيين هي من تقاتل اليمنيين إلى جانب أشقائهم المصريين. لم يحارب اليمنيين مصر ولن يحارب اليمنيين المصريين. يعني العلاقة بين اليمنيين ومصر، مناهجنا التربوية والتعليمية ومنابرنا في المساجد إلى يومنا هذا هي مناهج التربية والتعليم المصرية ومناهج الأزهر في منابرنا. ففقط لهذا التوضيح. شكرا على المشاعر الجميلة التي لمستها تجاه اليمن، وهذا ما نتوقع من أشقائنا العرب، وعلى وجه الخصوص أشقائنا في مصر الذين دين لهم بالفضل الكثير لما وصلنا إليه من ثقافة مدنية ومن مقاربة للحياة المعاصرة، هي بفضل مصر وبفضل مدرسي مصر. الله يسلمك. بالنسبة للمستقبل، صراحة السؤال صعب أني أختزل رؤيتي للمستقبل. للأسف المشهد ضبابي في اليمن، لكن هناك شبه إجماع لدى اليمنيين أن لا مستقبل يمكن أن يتحقق دون حوار ودون مصالحة ودون عدالة انتقالية تؤسس لمستقبل أفضل لليمنيين. هذه هي الثلاثة الوسائل الرئيسية. المجتمع اليمني مجتمع قبلي، ينزع إلى القبلي أكثر. اليمني لا يعرف نفسه بالمناسبة وفق المذهب،
أو وفق المعتقد اليمني يعرف بنفسه وفق القبيلة، وبالتالي التحول من فكر وهيمنة القبيلة إلى الحياة المدنية وإلى الفكر المدني هو تحدي لا يزال وسيظل لعقود في اليمن، ويحتاج إلى تنشئة سياسية ويحتاج إلى تغيير في المنظومة التعليمية والفكرية، وهذا هو الطريق الذي أعتقد أنا من وجهة النظر الشخصية هو الأسلم والأنجع لليمن لتكون في مصاف الدول المتقدمة، وهو بذات الجواب على السؤال الذي طرح. بالنسبة لسؤالك بروفيسور أنطوان، يعني صراحة السؤال صعب جدا ويفوق قدراتي الحقيقة الثقافية والذهنية للإجابة عليه، ولكنني أتفق بالمجمل مع ما طرحته. جزء كبير من المشكلة في اليمن وربما في المنطقة هو تسييس الدين. يعني في اليمن هناك الآن نزوع أو صوت بعد مؤتمر الحوار أن نتحول أو نحصل على عقد اجتماعي جديد قائم على العلمانية، قائم على الحقوق المدنية، والدين يترك للمؤسسات الدينية التي يمكن من خلالها أن تحتوي التعدد في المذاهب في اليمن. هناك الصوفيين وهناك السلفيين وهناك الزيديين وهناك البهرة وهناك الإسماعيليين، وبالتالي نرى أن إدارة هذا البعد يكمن من خلال مؤسسات خاصة، ولكن لا تدار البلد أو مؤسساتها أو تشريعاتها أو قوانينها وفق بعد عقائدي، لأنه سيعيدنا إلى إشكالية أكثر مما هي قائمة اليوم. شكرا جزيلا، وأتمنى أن يكون وضحت، وأعتذر على ال شكرا جزيلا. Thank you. الله يسلمك. Okay. So we had one other question on Iraq. Do you want to? Wasn't there one question on Iraq? Should we take some more questions? Okay, good. So now let's give some women a chance. Yeah, okay, we'll write them down. Starting with Bothaina, and then Moha, who's had his hand up for some time. Safira. Safiya, and then, yes. سيد الأمين، ما هي أبرز الحلول التي كنتم قد اقترحتموها للقضاء على التعصب والعنف المسلط على الأتراك على الأكراد عفوا؟ وهناك سؤال يؤرقني، هل أن الاعتراف بحقوق الأقليات ومطالبهم الشرعية والأكراد مثالا على ذلك يستوجب حتما استقلالهم أو مطالبتهم بتكوين دولة داخل الدولة؟ وإن كان ذلك كذلك، ألا يعتبر هذا انشقاقاً عن المجموعة؟ وختاماً، لدي ملاحظة، يبدو لي أن إدارة التنوع في الشرق الأوسط هي رهينة الصمود في وجه التسييس في الداخل من جهة، والأطماع الخارجية العاملة على تغذية الصراعات العرقية والمذهبية والدينية في المنطقة من جهة أخرى. وشكراً. Okay. Thank you very much all for your very stimulating papers. I wanted just to ask everybody or the panelists about the current situation in the Middle East and all the impact of the different players. Amin mentioned some of the players: the United States, Russia, Saudi Arabia, Iran, and Turkey. And they have all interests in the region. They all want to have their influence in the region, and they have their partners in the region, and they try to instrumentalize the diversity and use it for their own ends. For many observers in the Middle East, Obama administration was bad, and you know, it encouraged not only the Arab Spring, but all the conflicts, and could not find a solution. And now we have the Trump administration. Many people are predicting that it's going to be worse, especially that Trump wants to eliminate the Iranian agreement on the nuclear use, and you know, renegotiate the power relations in the region. So do you think the Trump administration will be much worse, and will the diversity be
instrumentalized, especially in Iran, where you said, Karim, that the situation is explosive internally? Do you think Trump will like that and will make it even more explosive? Thank you. Let's keep the microphone over here. Dr. Fatma, okay, Safi, Yani. Safi or Fatma? It's okay. شكراً. بودي بما أن احنا في تقريباً الجلسة المقبل الختامية أن أوجه شكري وتقديري لدكتور سعد الدين إبراهيم مركز ابن خلدون دكتورة باربرا وأيضاً القيمين على تنظيم هذا الاجتماع المهم طبعاً أيضاً الجامعة الأمريكية حقيقة سعيدين بأن نجتمع دائماً بمحبة وبهذا التنوع وبهذا التمثيل الرائع للمنطقة والإقليم إذا صح التعبير لكونه توسع أعتقد بأن إحدى الأمور اللي من الممكن أن نؤكد عليها في الفترة النهائية لاجتماعنا الجميل هذا بأن نؤكد على ما أكد عليه باختيار هناك ضرورة لاجتماعات أكبر ومكثفة وداخل أصرح علمية مثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة وأن ننتقل بين عواصم المنطقة العربية والغير العربية لكي نتكلم حول التعددية والتنوع وكيفية إدارة التعددية والتنوع بالشكل المطلوب ومعرفة بعضنا البعض المشكلة الحقيقية التي لمسناها على المستوى الوطني أنا أتكلم عراقياً الآن والمشكلة أكبر كلما خرجنا إلى المستوى الإقليمي ولربما العالمي لا نعرف بعضنا البعض نحن حقيقة نعيش غرباء عن بعضنا البعض وتحت مسمى شعب أو أمة شعب أمة جيد جداً إنما أين الضرر أن تكون هناك خصوصيات للمكونات الموجودة في داخل أي أمة أو داخل أي شعب بل الأساس أن تكون الخصوصيات محترمة سواء كان من خلال دساتير تؤكد على التعددية والتنوع الموجود في المجتمع وأيضا في التأكيد على التعددية والتنوع للثقافات للأديان للمذاهب للجنس الجندر امرأة رجل هناك أيضا احتياجات عدم التمييز اتجاه أي شخصية كانت من أي تكون من أي خلفية تكون على أساس مذهبي طائفي إثني عرقي وغيره أنا ليست محاضرة إنما أريد بسرعة أن أتكلم بأن عندنا مشكلة إحنا ما نعرف بعضنا لا على المستوى الوطني ولا على المستوى الإقليمي ولا على مستوى العالم وأحيانا لا نريد أن نعرف أيضاً باسم التقسيم وعدم الوحدة وغيره ما علاقة الوحدة؟ الوحدة الاختيارية اختارها الشعب العراقي واختارها الكرد واختارها كل اختاروها في دستور 2005 وأكدنا بأن دولتنا اتحادية إنما هذه الدولة التي نصب على بنائها تطرح مجموعة من الحقوق لجميع أفرادها دون تمييز تؤكد على أن توزيع السلطة والثروة من خلال نظام فيدرالي مفيد لربما لحل الإشكاليات التي عاشها العراقيون عبر سنوات بدون احترام التنوع والتعددية نحن نتكلم عنها اليوم لذلك أنا لا أعرف الوقت قصير عندي كثير لأقوله إنما لربما إحدى أهم الأمور اللي أحب أن أطرحها بأن أنا على استعداد وباختيار موجود أكيد وسارة أيضا بأن معكم نستضيف ما نستطيع من اجتماع في بغداد العاصمة كردستان مفتوحة أكيد بس أتكلم عن العاصمة بغداد وهناك جامعة بغداد اللي خلال الفترة الماضية احتضنت أكثر من اجتماع وتحت مسميات حوار بغداد بالتعاون ما بين الجامعات العراقية وأيضاً المؤسسة البرلمانية لأننا نريد أن نحاور ونريد أن نتعرف أكثر بكيفية أن نعمل معاً على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي والعالمي في احتضان التعددية والتنوع لأن باعتقادنا كما ذكر باختيار بأن أهم مشكلة نعيشها هي عدم إدارتنا للتنوع والتعددية بمعنى آخر
احنا كل ما نعيشه في المنطقة اليوم أكثره هو عدم احترامنا لبعضنا البعض، لخصوصية بعضنا البعض، الاحتياجاتنا لبعضنا، يعني أن نفهم بعضنا البعض. وعندي توصية أخيرة، أنا أسفة أخذت كثير دكتور باربرا من الوقت، بأن يكفي نتكلم فقط عن حوار الأديان. يا أخي أنا أحبك بدون ما أعرف دينك، أحبك كإنسان وأريد أتعرف على دينك لأن أنا أحب أتعرف عليك، أما أن أجادلك وأبقى أجادلك عبر سنوات طويلة أعتقد لن يوصلنا إلى شيء. إحنا نحب بعضنا البعض إنسانياً ونأكد على خصوصيتنا مع بعض، فلنتحاور بأن نعرف بعض وليس نتحاور. حتى أنا كمسلم، بما أن في المنطقة الإسلام هو الديانة تمثل الأكثرية، بأن أنا أريد أقنعك ما أكد عليه ديني، خلاص أحترمك كما أنت. فحوار الأديان خليه يروح بالضبط نحو كيفية أن أحترم الآخر المختلف عني دينيا، بما أنها المشكلة الأكبر وليس المشكلة الثقافية في المنطقة. شكرا جزيلا. شكرا لك على الدعوة للبغداد. هنكلم فيه فاطمة. هو صعب الكلام بعد الدكتورة صفية. أنا أريد أن أضيف شيئا. أريد أولا أن أتمن ما قاله الدكتور أنتوان حول حاجتنا إلى أنتولوجيا للدينية. أريد فقط أن أزيد عليها أيضا، نحن في العالم العربي الإسلامي في أشد الحاجة إلى اختيار المصطلحات والتدقيق في المصطلحات، concepts، المصطلحات حتى داخل هذا الأنتولوجيا الدينية. وبالأخص يعني سمعت كثيرا الكلام عن فيدرالية، عن سيشن، هذه الحاجات لا زالت تخوف كثيرا في بلداننا. فيعرف يجب أن يعني أن نعرف ما نعني بالفيدرالية، هل وأن نزيل الخوف من سيشن ولا فوضى ولا الأشياء اللي تكلم عنها أيضا الأستاذ كريم. يجب علينا أن نعطي يعني أهمية أكثر للمصطلحات. وأنا كلسانية يعني أعرف مدى خطورة المصطلحات وكيف تستعمل في كثير من في السياسة، في علوم الاجتماع إلى آخره. شكرا. Yeah, and that's why multinational federalism is a less threatening way of thinking about managing diversity. Okay, you had a chance to speak, so I'm sorry. Yeah, okay, okay. But I had recognized him first for a very short intervention, and you're next. Yes, right. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد شعبان محمد. بالحقيقة أنا بشكر الدكتور سعد الدين إبراهيم وبشكر الدكتورة باربرا أنهم أتاحوا لي الفرصة لحضور هذا المؤتمر الأكثر من قيم. لكن في الحقيقة بيتبادر إلى ذهني سؤال، هل الأولى أولا أن نوقف الحروب الموجودة داخل المنطقة أم نبحث سبل إدارة التعددية فيها؟ من خلال كل الحوارات اللي أنا استمعت إليها لقيت المشكلة يا إما دينية يا إما بتتخذ تكئة للفوضى اللي موجودة في المنطقة. طيب، ولذلك أنا نشرت أكثر من مرة قلت لا مخرج لهذه المنطقة من كل أزمتها إلا بإصلاح الفكر الديني. وأعتقد أن مركز ابن خلدون لديه رؤية في هذا. وأنا بس عايز أذكر الدكتور سعد سنة 2003 حين إعادة افتتاح مركز ابن خلدون وصلتنا رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بيقول فيها إن آن الأوان للعالم العربي والإسلامي أن يمتلك رؤية راديكالية ممكن أن تتخطى كل الصعاب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والأمم المتحدة شريك لصيق لهذا يعني لتنفيذ هذا العمل. فأعتقد إن آن الأوان إن احنا نشوف رؤى الإصلاح اللي موجودة للمنطقة بعامة حتى نخرج
من التردي الذي نعيشه وشكرا لحضراتكم. Thank you very much. Yes. أنا طبعاً سعيدة أن أنا أكون موجودة معاكم النهاردة، والتعددية والتنوع حسب ما كان متوقع أن أنا التوقع اللي أنا جاية بيه أن أنا أعرف التنوع ده عن في الحضارة في الثقافة، فكنت هاجي أطلع من القعدة بجو تاني، ثقافات مختلفة بتعرف عليها، حضارات مختلفة بتعرف عليها، فكنت هبقى سعيدة. لكن أنا حسيت أن أنا في القعدة عرفت بقى التنوع والتعددية بإطار سياسي، بإطار تمييز وقمع. فأنا دلوقتي على فكرة في جو نفسي خلاص نعمل إيه خلاص. يعني أنا شايفة أن في كل بلدان العالم في تنوع وتعددية، وعلى فكرة التنوع التعدد ده حاجة كويسة جدا، ده صفة إلهية، كل في تنوع وتعدد في العالم في الخليقة حتى، فحاجة حلوة. لكن اللي بيحصل في البلاد دي اتجاهات بتتنفذ لهدف معين، والسؤال هيجي هنا بقى دور المجتمع الدولي في الأمور اللي بتحصل في كل البلدان دي ليه ضعف؟ هو علامة استفهام وتعجب، ليه ضعف؟ يعني لازم يكون له تأثير قوي على الحكومات إنها تحمي الأقليات وتحد من القمع والتمييز اللي بيحصل جواها والانتهاج المباشر والصريح عليهم. فين دور المجتمع الدولي وليه ضعيف؟ تاني حاجة، إحنا في منظمات على مستوى العالم بتشتغل لحماية الأقليات وحماية حقوق الإنسان، كل دولهم ليه ضعيف ومهمش ووصل للدرجة الضعيفة جدا دي ليه؟ هو ده السؤال، أنا عايزة أعرف ليه؟ شكرا. We're going to have to, I'm so sorry, I see lots of hands up, but we really have to move on. There's going to be a wrap-up session in which some of these ideas and solutions that you might want to put on the table can be discussed. I know, but we really need to keep moving. I've already taken an extra 15 minutes off of the next session. So I'm going to give a chance for the three presenters to respond to what we've heard so far. And then we will save your comments until this final session, which will be forward-looking. Okay, so who wants to begin? Bakhtiar. Abla, when the akh? Tarek. Tarek. Abla, kalima turkiya, wa laysa kurdiya, wa al-kurdiya luga wahida, wa lakin idha lahjat mukhtalifa. Mithil ma al-luga al-arabiya idha lahjat mukhtalifa. Microphone. اللغة الكردية لغة هندو أوروبية، مش من نفس اللغات العائلية كاللغة العربية أو اللغة التركية، من عائلة اللغات الهندو أوروبية. أقرب إلنا اللغة الفارسية والبلوجية والتاجيكية والبشتونية والأردو وأوسيتي إلى آخره، أولاد عمومتنا. اللهجات مختلفة. لماذا يستغل أكراد؟ لماذا يستغل عرب؟ لماذا يستغل أتراك؟ لماذا يستغل هاي القومية وهداك؟ كلنا مستغلين. نرجع إلى لماذا ما نحصن بلداننا حتى الآخرين ما يتدخلون بشؤوننا؟ لو حصنت بلدك درت التنوع والتعددية بالشكل السليم وكنت عادل مع جيرانك واللي عايش معاك واللي تحب لنفسك تحبه لغيرك، ما راح جيرانك بأن يطرق أبواب خارج المنطقة، بل نستقوى بالآخر ونطلب إحنا تدخل الآخر. وأبواب المؤسساتنا الإقليمية مسكرة. لما انضربنا بالأسلحة الكيميائية جبنا وثائق وصور وفيديوهات بأن نعطيها لجامعة الدول العربية، أبوابها كانت مغلقة. اسأل أستاذ عمرو موسى، هو بيعرف كثير، واسأل شاذي قليبي قبله، واسأل اللي بعده، وكمان جي سي سي ومؤسسة مثل منظمة التعاون الإسلامي نفس الشيء. بالنسبة لي حلول للمسألة الكردية، الأخت سألت من تونس. الكرد منذ أكثر من 200 سنة يطالبون باستقلالهم، وقبلها كانوا مطالبين باستقلالهم، ولم يكونوا
قبل الحرب العالمية الأولى في أي وقت من أوقات جزء من أي دولة عربية، بل حكموا جزء من الدول العربية بما فيها مصر من الأيوبيين، الحقبة الأيوبية، وساهموا في تحرير مقدسات الشزمة. بس أكمل. بجاوب سؤال الأخت. فعلى أي حال. We're letting the panelists respond. الحلول شافوها الكرد بأن كشعب يريدون حق تقرير المصير. طلبوا بالحكم الذاتي، طلبوا بالفدرالية، ويطالبون وراح يطالبون طول حياتهم. إذا ما يكونوا عندهم دولة يطالبون بدولتهم. الشطارة تجي منك اللي تعيش معاه بأن شنو المصلحة العامة للكل، هل في إطار دولة موحدة أو تستمر بقتلة وذبحة وإباتة، وبعدين تقول لا مفروض عليك بأن تعيش داخل هاي البلد وتحت هاي السقف وأنا سيدك وأنت عبيد عندي. وزير العدل الأتاتوركي بثلاثينات 36 القرن الماضي قال الوحيد اللي إلهم حق بأن يعيشوا في هذا البلد هم الأتراك، البقية إلهم حق واحد وهو بأن يكونوا عبيدا للأتراك. لما البرلمان أحس بأن مش برلماني، لما الحكومة أحس بأن مش حكومتي، لما المؤسسات بحس مش مؤسساتي، لما لغتي اللي والدتي تعلمني بالبيت أطلع للمدرسة ما بتمشي مترين ومش مسموح في بعض أجزاء كردستان اللي مش حالة العراقية، الحمد لله هناك فرق أكبر وشاسع، فبدون شك أنا هم يكون عندي ردود أفعال. ف تمنياتنا كانت بأن تحل مسألة الكردية في إطار الدول اللي موجودة ولحد الآن بفدرالية بكونفدرالية. كانوا من كل واحد من المجموعات البشرية، كل واحد حسب تاريخه وحجمه وظروفه ودوره وإمكانياته يطالب بحقوقه، في من يطالب بحقوقه الثقافية التربوية التعليمية وحقوق أكثر، تريتوريال أوتونومي، أوتونومي بدون تيريتوري، فدرالية وكونفدرالية أو دولة. الأخ حكى عن إنترنال وإكسترنال كمان كموديلز اللي بيعترف فيها أمم المتحدة. أمم المتحدة لعلمكم في تاريخ شعب لحد الآن ولا يوم قعد وعمل جلسة عن مشكلة 40-50 مليون كردي منذ تأسيسها لحد الآن. من الدول اختلفت لما شكلوا في سان فرانسيسكو أمم المتحدة كان عندها بحدود 50 دولة، بين الحربين ف30 دولة، قبلها مؤتمر برلين زمن بسمارك كم أقل من 20 إمبراطورية. اليوم في 193 دولة في العالم. لماذا هذا الحدود إذا مش تاريخيا مش عادل مفروض عليا؟ ولماذا أبقى من ضمنها إذا ما بيحترمني، إذا كرامتي مدعوسة يوميا وحقوقي ووجودي كياني كإنسان، وبعدين تجي تعاتبني على والله مديت إيدي اليمين ولا الشمال؟ فإحنا بحاجة إلى وستفاليا أستاذ أنتوان، فصل الدين عن الدولة. احنا شفنا تغييرات الجغرافيا في اوروبا من وستفاليا الى فيرساي 369 مره تغيرت حدود اوروبا. يجب ان نراجع انفسنا، يجب ان نراجع سايكس بيكو الفاشله وانظمتنا الفاشله اقتصاديا وسياسيا ومؤسساتنا الدينيه والتعليميه. انا احزن أشوف الجهل
تجاه قضيتي بهالمستوى في العالم العربي. حقيقة مستاء، حقيقة مرات يجيني حالة نفسية أقول أغسل إيدي أحسن، شو بدي فيهم؟ خلاص تعبنا متنا للإندفرنس تبعهم. إلى متى؟ متى يستفيد العرب والمسلمين؟ بيجينا هالإحساس كشعب، وبعدين يجينا أجريشن كشعب على كرامتنا، بياخدون آلاف من بناتنا ويختصبوه، أو آلاف من شعبنا يحطوهم بالمقابر الجماعية، مئات والآلاف من قرانا يدمر وساكتين. وإلى متى هالسكوت هالصمت القاتل لإلنا؟ ما في شيء قتلنا أكثر من الصمت. اعملوا كوميشنز ضد الديسكريمينيشن، تمييز في بلدانكم على أساس الانتماء العرقي والديني والمذهبي والجندر والإعاقة والعمر والانتماء السياسي. ما في بالبلدان العربية. ليه؟ هي موجود في أوروبا، في أمريكا، في غيرها. الديمقراطيات تحتاج إلى ثقة حتى تبنيها. الثقة ما موجودة ما بتبني ديمقراطية، فتستمر بأن تعيش تحت الطغيان، تحت الاستبداد، والشاتلينج الأوسيليتينج بتوين أوتوكراتس ثيوكراتس. والديمقراطي طايح حظه لأن حدا لا شعبه يريده ولا الخارج يريده. هاي وضعنا، لا إحنا نريد ناس مناح في الحكم ولا الخارج يريد ناس مناح في الحكم. المنافق نعم مجموعة من تجار الدم والدين والدولار من الدبنج والدماغسز والدجال والداعش، وكثير من الدالات موجودة في منطقتنا وبيحكمنا ويحرمنا ويضطهدنا، والكل نعرف وكلنا ساكتين بس هيك من قناة لقناة، أو نروح نأرجل نشيش. هاي وضعنا، خلينا نستفيق. وشكرا جزيلا. محمد، would you like to respond؟ هكون مختصر جدا. فيما يتعلق بأدوار الأطراف الإقليمية والدولية، في تصوري أن العامل الإقليمي أو الدولي كان مؤثر بالسلب على قضايا التعددية في المنطقة. للأسف القوة الدولية والإقليمية التي مارست تأثير فيما يحدث ما كانش لها دور أو اهتمام كبير بمسألة التعددية، لأن في النهاية المصالح هي التي تحكم، بدءا من سياسة سايكس بيكو وحتى الآن. يعني حتى بعض القوى التي تتعامل مع ميليشيات في المنطقة ضد داعش، مثل يعني قوات حماية الشعب، قوات سوريا الديمقراطية، حماية الشعب الكردي، البشماركة أو غيرها، لما تحظى بدعم دولي أو إقليمي هو دعم لأنها تحارب داعش، لكن ليس لأنها قومية أو أو أو, أو تعبر عن قومية أو هكذا. فيما يتعلق بإدارة أوباما أو ترامب أو غيرها، طبعا هناك خلاف، لأن أوباما طبعا في التصور حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية ركزوا في مشكلة مع إيران حول الاتفاق النووي فقط. الآن هناك مشكلات كثيرة من جانب بين إيران وإدارة ترامب، الاتفاق النووي، التدخل الإيراني في المنطقة، كما قلت التأثير الإيراني وهكذا، حتى انتهاكات الحقوق. لكن إلى الآن لا يوجد اهتمام كبير حتى بقضايا القوميات، وبالتالي حتى الصراع أو النزاع أو اتساع نطاق الخلاف بين الغرب والولايات المتحدة تحديدا وإيران، لا أعتقد أنه سيؤثر بالإيجاب على قضايا التعددية في إيران. شكرا. Thank you. Kareem, the final word is yours. Yeah, I'll respond to Dr. Ma's question. It's very important. The players in the Middle East. Let me first say, as I live in Washington, D.C., and I have lived there for many 50 years, and I used to work in the Pentagon for 30-some years. I'm retired now. But anyway, at least I know this is not official, but the thinking of the Americans, Obama administration, the 8 year, was the most disastrous foreign policy, not only for America, but for every country in the Middle East, truly. You know, we can talk about the players like Qatar, Saudi, Turkey, this and that, but these are really secondary. You know, Saudi Arabia is trying to, you know,
it's been encircled by Iran. You know, Emirates are, you know, fearing, and Bahrain, Kuwait, all these, you know. So the main problem is that the Americans, intentionally or not, with Saddam Hussein, they gave Iraq and in a silver prey to Iran, and the consequences, everybody is fearing the consequence, you know. The best chance, so Iran, it really is the problem in Syria, in Yemen, in Lebanon, in Iraq, and look, Africa and everything, because it has a very expansionist thing, you know, it thinks that not only it is the leader of the Shia world, but the Islamic world, Sunnis, and, you know, Tanafus, you know, here next door. Why in the Jama al-Arabiya, Iran, adda ma'aqad, or Arab al-Ahwaz ma'adhum ma'aqad? Why? Who is fighting for our right, you know? So Iran is this adda tumuhat siyasiya. They have this strategy. So Iran is the problem. Now, we came close to that solution in June of 2009 in Tehran, when 3 million people went on the street, you know? Obama administration not only didn't support it, but turn off the internet, you know? So in all the Arab, Spring Arabs, you know, Tunisia, here, Egypt, Libya, you have tens of thousands at most. 2-3 million Iranians wanted Esqat al-Nizam in Tehran, but there was no international support. Why? Because Obama was with the help of Iranian lobby, was of the belief that this regime is reformable. We can bring it to the fold of the international community. We can ensure the flow of oil, and everything is hunky-dory. Okay, so that's why that we came very close to that. Now, fortunately, I mean, I don't agree with Obama, with Trump's national agenda, but they don't think like that. Their thinking is, yes, we recognize Iran is the problem. But on the other hand, we don't want chaos. Iran is a very important country, you know? So if Iran is overthrown, what's next, you know? And in absence of a strong Iranian opposition, so the international community, or European unions have the same thinking, that unless there is strong movement, opposition movement, where we can ensure transformation of power smoothly, you know, the West is reluctant to lend their hand. Now, the rest is really proxy wars, you know? Of course, the Russians are there because of the Americans, okay? And they support the Iranians. But that all could end with the, our colleague says that, you know, invited us to Baghdad. I had many invitations coming from our brothers and friends in Kurdistan, KRG. But I fear my death to go to Iraq. Iranian security is in charge of Iraq completely, all over Iraq. So that's where Iran is playing. It has 70,000, 30,000 of its own, and 40,000 militias in Syria. So Iran is a big thing. Now, unfortunately, the Arab world is not in a position to confront Iran. And they say it, you know? So, Americans, Saudi Arabia is is our allies, but Saudis, you know, is not in a position to take up Iran. The Israelis playing a very curious role here, you know. Swatting a fly. The Israelis, you know, they play a double game. You know, they do, and they don't want the Iranian regime's overthrow for their own, you know, purpose, you know. But so the bottom line of the, in my opinion, here's what the Arab world need to take up,
position. We have Ahwaz Human Rights Organization. We have enough evidence in the UN to show there is an ethnic cleansing going on against Arabs and others in Iran. You know, it's against international law. Why the UN and the international community doesn't go in Iran? We need one country to help us bring this to the agenda, the UN Security Council. You think one Arab country can step forward to just take our agenda and, you know, and put it? So this is what we have. Here, the Arab League is a problem next door to you, you know. They really could help, you know, التعددية. They could help us, you know, in the United Nations. I always chase around the Arab League ambassador in Geneva and in New York. They run away, they run away from us. So that's our problem. Our problem is internal, the Arab world. And their doors are closed. Thank you so much. I want to give a couple of housekeeping announcements really quickly before we close down this session and move into the final wrap-up session. I've been asked by Karim, any of the international guests who had visa costs, if you would speak to him and maybe give him your passports to copy or send him a photo of the cost, we'd like to reimburse you for that. And for all of you, we'd like to have a photo that will be a commemoration of this amazing, amazing group of people and the discussions that we've had. So right after the closing session, which is coming up now, please stay in the room and maybe gather up here for a very quick group photograph. I want to thank our panelists for their informing us, for their passion, for their commitment to their causes, and to the audience for engaging them in this last session. Thank you very, very much. Yeah, okay, so a panel photo. Oh, yeah, that's right. 2 minutes.